السلام عليكم، معكم أخذكم مي مرزوق. راح نقرأ البوست يا بعض اليوم، اللي يقول: إذا بتعلميني على الحمام ما بي بالشتاء برد، ولازم تكونين متفرغة لي عشان أتعلم بسرعة، مو وراك التزامات وتستعجلين علي، وأحتاج تشجيع تحطي لي عند الباب ستيكرز مثلا. حلو، قال لنا الملخص المفيد. موضوع وقضية وانتو بكرامة تعليم الطفل على الحمام من بعد الحفاظ وترك الحفاظ، هذه يعانون منها وايد أمهات، مع أن ترى الموضوع سهل، وراح تستغربون أو تنصدمون إذا قلنا ياخذ بين 3 إلى 7 أيام فقط. اللي تمد معاها بالشهور في خلل راح نعرف شنو هو. راح نبلش بالممنوعات. أوكي، أول خطأ، لازم الأم تكون متفرغة تماماً حق هذا الموضوع. الخطأ الأكبر أن تكونين مشغولة. شو راح يسوي هذا انشغالك؟ راح يخليك تلبسينه مرة الحفاظ ومرة تشيلينه عنه، ومرة تقولي له أوكي خليك بالحفاظ ومرة تشيلينه عنه. ليش؟ لأن أنت مو قادرة تتفرغين له هالكم يوم 100%، والموضوع يحتاج فقط كم يوم ونخلص منه 100%. أوكي، فسالفة أن أنا والله عندي عرس أخوي وبطلع شوبينج وبعدل وبشتري البخورة وبسوي وما أقدر أكون مع ولدي، وبهالأثناء بعلمه على أنه يترك الحفاظ، ما راح يجيب نتائج. هذا أن أعطيه الحفاظ وشيله عنه يجيب له إيرور في مخه، يجيب له خلل الياهل، ما يدري. هو المفروض يعدي مرحلة من الراحة أن أنا بدونه أكون مرتاح، بس إحنا قاعد نسوي له خلل في هذا الأخذ والعطاء. بعد لازم ما يكون موسم شتاء، غلط، دفيان ولابس شيء على شيء وعلى جاكيت وعلى قميص ومندفة كل ساعة كل ربع ساعة نص ساعة مدخلين الحمام كرمين، ما ينفع. هذه حالة البرودة بعد الدفى راح تكرهب كل الموضوع وتخلي عسر يبكي وايد يأذينا ويأذي نفسه، ما له داعي. لا، أنا أخذ الوضع بالوقت المناسب اللي يكون هو أساسا مرحلة صيف ربيع، بس مو شتاء، ما أنصح. الأهم من هذا كله رقم 3، عمر الطفل وقابليته. سبحان الله، في آية قرآنية تقول: وفصاله في عامين. مو عبث، ترى أجهزة الطفل تكتمل، إدراكه وغيره يكتمل بعد 2 سنين. نترك الرضاعة، ممكن أنه يدخل الحضانة، ممكن أنه هو يدخل غرفة بروحه ينام، نوخر عنه عن أنه يكون بحضن الأم 24 ساعة، في عنده هذا المجال بعد 2 سنين، عنده هذا الإدراك، عنده هذه الأريحية في اتخاذ كذي قرارات معه، يتقبلها أكثر من لو كان صغير. من ضمن هذه القرارات أن إحنا نشيل عنه الحفاظ، ما يصير قبل 2 سنين، في ناس يسوونها بس أحس على حساب الطفل، ما ينفع. بعد 2 سنين ممتاز، من 2 لـ3 شوفوا الوقت المناسب بالظروف الملائمة وشيلوا منه الحفاظ. انزين، الحلول، شنو الحلول؟ الحل أول شيء وفي كل مشكلة تصير لنا مع الطفل ونبي نحلها، الصبر وطولة البال. يعني ما يصير هو متعود 2 سنين من عمره أو 3 سنوات من عمره على نظام معين، وانتو بكرامة مع الحمام، وانا ابي بسرعة يخلصني من الموضوع، ولا راح انا اللي ازعل وانا اللي اضايق، ما ينفع. فيبي له طولة بال وصبر على هذا الموضوع. الشغلة الثانية التشجيع، 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 وفي عدة طرق، منها ان انا احط له على باب الحمام وانتو بكرامة ورقة مثلا فيها اسمه، وكل مرة يحط صح وحط ستيكرز على ايده ويدش الحمام ويطلع، ونسوي له الليلة وعرس ونصفق له، ويعني كأنه أنجز. وغيره ممكن أشتري له كود من سوق بؤمية ألعاب، كل ما طلع أعطيه واحدة على ما ياخذ على الموضوع ويحبه، لأنه ما راح يكون سعيد وايد بهالقرار، فإحنا لازم نحمسه. في والله أيام أولياء الأمور اللي كانوا يقولوا لي بالحضانة إن في البيت كانوا يحطون شخصيات اللي يحبونها الأطفال، مثلا مينيونز أو شيء، فكان يعطي بالمغناطيس الموزة حق المينيونز ويدش الحمام ويطلع وهو سعيد. هذه كانت حلقتنا اليوم مع أختكم مي مرزوق من كتابي الخاص تحت الخمسة وأتكلم.
أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة راح نتكلم عن الممارسة. بعد ما تكلمنا عن أساسيات التصوير وأن لازم أن إحنا نشوف صور بشكل يومي، لابد نيجي لمرحلة أن نبي نمارس التصوير ونحاول أن نطور قدراتنا أكثر. فأهم نقطة في الممارسة وبداية الممارسة في التصوير الفوتوغرافي أنك ما تستسلم. أكيد راح تكون النتائج متواضعة، وأكيد يمكن راح تطلع صور مو حلوة، وهذا شيء مو غريب. ماكو فنان رسام مصور من أول مرة مسك الورقة ورسم طلعت معاه النتائج عالمية، مستحيل. لابد أن في خطوات نمر فيها نحاول أن احنا نطور من الموضوع ونمارس أكثر. أهم نقطة في ممارسة التصوير الفوتوغرافي التركيز. التركيز بأن احنا نركز في تكنيك معين، في فكرة معينة نحاول أن نتقنها أو نتمكن منها، تالي ننتقل إلى تكنيك آخر، إلى تكنيك ثالث، إلى رابع. أهم شيء أن احنا نركز في موضوع معين، في فكرة معينة، في تكوين معين، نحاول أن نمارس ونكثر من الممارسة. يعني خلنا أقول لكم، من ساعتين إلى تقريبا 6 ساعات يوميا كفيلة بأنك أنت بعد 6 أشهر تبدأ تطلع نتائج جدا ممتازة، ممكن تبدع في الأداء. كذلك خلال فترة الممارسة في وايد ناس تكون يعني مو حابة تخصص معين، حابة أن تصور كل شيء. ممكن في ناس يحبون يصورون تصوير حياة الناس أو حياة الشارع، ممكن يصورون جوي، ممكن يصورون حياة البرية أو سيتيسكيب اللي هو تصوير المدن، أو تصوير الطبيعة اللي هو اللاندسكيب. فحابة أنها تمر على المجالات كلها، وهذا لا يمنع، بالعكس ممكن راح تستفيد لما توصل لمرحلة أنك أنت حبيت تخصص معين. خلينا نقول حبيت تصوير الحياة البرية، حلو أنك أنت تركز في مجال معين. والتصوير أو مجالات التصوير كل مجال له استثماره الخاص، مثل الطفل شلون أنت تربيه تحتاج تستثمر فيه في تعليمه وفي تربيته، لما يكبر معك ولما تتمكن منه بعدين ممكن أنك تنتقل إلى تخصص آخر في التصوير. يفضل أنك تتخصص، يفضل أنك تركز على مجال معين. وعلى فكرة معدات التصوير مكلفة، فكل نوع من أنواع التصوير له معداته ولها عدساته، فيفضل أنك تركز في مجال معين تبدأ تطور قدراتك منه لما تحس أنك متمكن. ما بيقول لك 100%، لأن في الفن وفي الإبداع ماكو شيء اسمه 100%، السقف مفتوح. فلا، احنا نقول لما تحس أنك أنت متمكن بنسبة كبيرة من هذا التخصص وحبيت أنك تضيف تخصص آخر، هذه راح تكون طريقة أفضل لك كبداية. فعلى سبيل المثال أنا أحب التصوير الحياة البرية، ضفت عليه تصوير الفيديو، ضفت عليه تصوير الجوي، لأن حسيت أنه مكمل لنفس التخصص أو لنفس الغرض. الحين قاعد أفكر أني أطور قدراتي أكثر في موضوع تصوير السفر أو الترافل فوتوغرافي. فالتخصص جدا مهم، التركيز في التخصص جدا مهم، وكذلك أنك تركز في تكنيك معين تتمكن منه وتنتقل إلى تكنيك آخر وتتعلم أشياء بالترتيب بالتركيز يكون أفضل في ممارسة التصوير الفوتوغرافي. أشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقات الجاية.